حنا كجمهور عسكري مشينا للمقابلة عازمين باش ناخذوا طروا بوا، مشينا في واحد الناجلي مجموعين فرحانين ضاحكين باش نجيبوا طروا بوا اللي تأهلنا للدور المقبل في كأس العرش. تنتفاجئوا بتنظيم عشوائي، الدخلة ديال مدينة الخميسات تيقول لنا عطينا كارت كريس لهدف سالا الماتش، نشوفوا جماهير الخميسات السبان والمعيور، حنا ما ديناش عليهم حيت الفريق الشمالكي كان في واحد المستوى راقي وجمهور اللي شجع 90 دقيقة واخا كنا خاسرين. سالينا المقابلة، جماهير الشمالكي بقينا واقفين تنسينو في الترونسبور، يجيو الشيافر تعطلوا على ود كارت كريس اللي ظرف ساعة عاد عطاهم لي كارت كريس. تنتفاجئوا تيعمروا طوموبيلات، مشينا غاديين تخرجوا لوطورات تبداو عندنا بالحجر، يعني الشافر غيخافوا على الطوموبيلات ديالهم، راجع بنادم خرجوا بالحجر، رجاله كبار عيالات كلشي تيشري بالحجر. الامن كان حاضر لهادشي والامن ترشق بالحجر من جمهور الخميسات، ومع ذلك حنا اللي رجعت عندنا اليوم، حيت ديما فريق الجيش الملكي صوره الجمهور ديما ديالو خايبه. علاش حنا اللي ذلك ردينا رده الفعل معاهم، وتنتمنى من محسوبين على جماهير الجيش الملكي تفادي الشغب. كنتفاجئوا من رساله مقابله ديال فريق الجيش الملكي واتحاد الجمهوري الخميسات، بعض المنابر الاعلاميه كانوا كيتسناو غير الخفله، فهمتي كنقول كيتسناو غير ديك الطريقه باش غادي يجيو وغادي يقولوا جمهور الجيش دار جمهور، ومع العلم انهم خداو غير فيديوهات فيسبوكيه وداروا لهم مونتاج ولاحهم. السبب الاول الشغب هو ان من خرجنا من التيران كنتفاجئوا بان القوات المساعده قسمونا ما خلاناش خرجنا كاملين، كيخرجونا طرف ايطاب باغ ايطاب. من خرجنا كنتفاجئوا بان الناس كيتيريو عنا بالحجر، الناس كيضربونا من الديور من الحوانت، راه ما يمكنش، راه هذه راه اول وسيله للدفاع هي الهجوم. يعني بنادم الا بقى كيتير عليك وما تيريتيش غتجي فيك الدقه، اللهم حنا مني كنشوفوا الحجر كثر عندنا حتى حنا كنتيريو، صافي هذا هو المشكل. فريق الجيش الملكي مشاو في وسائل التنقل عادية، بداية الموسم غادي نسيبورتيو الفرقة ديالهم كأس العرش، عزيز على جماهير فريق الجيش الملكي وعزيز على الجميع. ما عليناش، وصلنا خويا عادي، وصل خويا تنتفاجئوا بأطفال الحجارة كما يقولون بين قوسين، تيشيروا عندنا وروينا وتهراسوا العيالات والرجال وكل شيء والناس كبار ومن الديور. قطعنا لي بي ديالنا هنا في مدينه الرباط حوالي 2000 ورقه اللي تباعت هنا، مشاو الدراري بلي بي ديالهم كل شيء بلي بي ديالو، مشينا دخلنا نتفرجوا في الماتش، تفرجنا فعلا تفرجنا في الماتش، سالا الماتش خرجنا في حالاتنا. تنتفاجئوا عاوتاني الجمهور اللي كان وسط الملعب كان قليل بزاف ديال جمهور الخميسات، بينما الجمهور اللي لقيناه برا التيران لقينا جمهور اضعاف مضاعفه ديال الجمهور ديال الخميسات اللي كان في التيران، يعني انهم عندهم واحد النيام ديال يجبدوا معنا الصداع. بداو تيشيروا عندنا بالحجر القوات المساعده، بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل، هذا المسؤوليه غنحملوها لتا شي واحد، واخا بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتقالوا، ما عرفتش واش حيت ما عنديش الدليل على ما غنقولهم. احنا ماشي ملائكة، إلا كان الفعل غتكون رد الفعل. هما باغيين يخسروا صورة الشيخ. شيروا علينا ضروري غادي تحمي راسك، غادي تشير عليهم تنتشايا، وراه هادشي اللي وقع بقينا تنتشايروا بالحجر أخويا. صافي وبعض السلطات الله يسمح لهم منعوا وسائل التنقل اللي جينا منعوهم باش يجيو لعندنا باش يهزونا يديونا، يعني قسمونا عطاو واحد لي سباس بعيدة. دي باساو واحد ليميت اللي ما يمكنش. وما السبب هادشي هذا اللي طرا في مدينه الخميسات؟ راه تيتحمل المسؤوليه ديالو بصفه اوليه هو جمهور فريق الخميسات.